انتي ما بتخافيش منهم؟ انت بتقولي كده ليه؟ بلطجيه يا دي. البلطجه مهنه، دول خيالين وجمالين بيشتغلوا في السياحه، واكبر مشكله عندهم دلوقتي مفيش اي سياحه. مش مشكله تاني. ساعه عليك النبي يا دكتور، حصان تعبان وجعان. اشمعنى ده بالذات اللي بيذلوا قوي كده؟ ثلاثه. اصل ده واحد من عيال بتوع موقعات الجامعه، كان طالع في الفيديوز بتاعت الموقع على اليوتيوب. طب ضرب ضرب. دفعوا لك كام بقى على كده؟ فاكر نفسك الست الطيبة؟ وقف الحال ورقبة العيش اللي اتقطعت في حتة كلها، ده انت من غباوتي. انتوا كنتوا رايحين ناويين على الشر؟ انتوا رايحين تضربوا الثورة. ايه ثورة يا استاذ ريم؟ فاهمين؟ في التحرير مش زعلانين من جوزك ولا الخيالة زمايله، بس بيكرهوا اللي حرضوه. انت مالك ملهوف عليه قوي كده ليه؟ يعني انت عايزه تفهميني انك نازله تعليم مواطنه ومدنيه وقيم الثوره من خلال احتكاكك بواحد من الخيالة بتوع الموقع. جايبه تعمل بيه ايه ده؟ مش انا عيب بلطجي؟ بلطجه بلطجه ناكل عيش. انا عايزه ابني يرجع مدرسته وجوزي يرجع شغله، ولا هي ضروري اعمل لها ثوره يعني؟